اهلا بكم في كايرو دار. هنبدا بالفصل الثالث، فصل هام جدا وفصل مهم بيتكلم عن الحياه الاجتماعيه في المجتمع الاسلامي قديما. هنبدا على طول باول جزئيه. اول جزء عندي بيقول لي عناصر المجتمع الاسلامي. عندي عنصرين اساسيين، عنصر عربي وعنصر غير عربي اللي هو الموالي. العنصر العربي كما واضح امامنا هو العنصر المكون للدوله الاسلاميه، هو العنصر اللي عمل لنا الدوله الكبيره اللي بدات من حدود الصين لحد المحيط الاطلسي، هو العنصر الذي حكم هذه الدولة، يعني عنصر بيحكم الدولة. مش بس كده، ده كمان العنصر اللي انتصر على أكبر قوتين في العالم. تخيل أكبر قوة في العالم الفرس والروم، العرب انتصر عليهم وحكم بعض دولهم، وبالتالي بقى عندهم افتخار بالنفس. بدأ العرب يفتخرون بأنفسهم، لماذا؟ كما واضح بما تفسر، العنصر العربي دائما يفتخر بأصله، عنصر جوه دولة، عمل الدولة اللي بتبدأ من حدود الصين لحد المحيط الأطلسي، حكم الدولة، وكذلك انتصر على اكبر قوتين الفرس والروم. بهذا الافتخار هيبدا يحصل حاجه كبيره قوي في الدوله الاسلاميه، خاصه في العصر الاموي، تسقط الدوله. لماذا؟ الافتخار العرب على غير العرب اللي هم الموالي، حصل صراع، يعني حصل خناقات، حصل ثورات بين العرب وغير العرب. الصراعات ديت ادت لاهتزاز الدوله، وهتسقط الدوله في النهايه، زي طبعا الثورات التي حدثت بين العرب وغير العرب. مش بس كده، ده العرب انفسهم كمان، ده ما في افتخار بالانساب، عندهم علم الانساب ان كل قبيله بتفتخر على القبيله الاخرى، فكان في صراع قبلي زي مثلا اليمنيه والقيسيه، دول عرب ولكن حصل بينهم صراع. يبقى هنا الصراعات الدائمه في الدوله الاسلاميه، يعني ما كانش في استقرار في الدوله الاسلاميه، ادت لسقوطها. يبقى كده الواضح ان العنصر العربي في العصر الاموي كان بيفتخر، وفي النهايه اسقط الدوله بسبب هذا الافتخار. طيب عندنا دولة تانية وهي الدولة العباسية. بنجد ان الدولة العباسية بقى اختلفت تماما هنا، بقت يعني مش عاملة خالص زي الامويين. طب عملت ايه؟ بنجد ان الدولة العباسية اعتمدت على الموالي، يعني اعتمدت على مين؟ يعني اعتمدت على غير العرب وسابت العرب خالص. فمثلا اعتمدت في العصر العباسي الاول على الفرس، وفي العصر العباسي الثاني على الترك. طب وفين العرب؟ مفيش عرب، وبالتالي العرب قل شأنهم. زي بنقول ايه في السؤال الثاني؟ تضاءل وزن العرب السياسي. تضاءل وزن العرب يعني قل وزن العرب، بقى ما عندهمش وزن، لان اعتمدوا في العصر العباسي الاول على الفرس والتاني الترك. يعني لو بصيت كده وظائف الدوله، الوزراء، كل الشؤون، قاده الجيش اللي ماسكين الدوله في العصر العباسي فرس ليسوا عرب، يعني العرب مش ماسكين مناصب. طب في العصر العباسي الثاني هنجد مين ماسك الدوله؟ الترك. يبقى العرب ما لهمش وضع، يقدر نقول نفوذ العرب اللي كان موجود من العصر الاموي توقف. ده كده كاني بعمل مقارنه ما بين العرب في العصر الاموي والعرب في العصر العباسي. طيب كيف اتصل العرب بغيرهم؟ هل في اتصال بين العرب وغير العرب؟ نعم، لقد اتصل العرب بغيرهم. اتصلنا ازاي؟ يعني في علاقات ازاي؟ اولا ان العرب يذهبون الى ارض الموالي، يعني احنا نروح العرب عند ارض الموالي اللي هم غير العرب، او الموالي اللي هم غير العرب يجوا بلاد العرب. يعني في انتقال، العرب يروحوا للموالي، الموالي يروحوا للعرب. او الجيوش الاسلاميه العربيه كانت واقفه في الصغور، في المواني، على الحدود، شفتوا حرس الحدود كده؟ واقفين على الحدود، فيحصل انتقال طبعا ومعرفه بين هذه الدول. يبقى في ثلاث نقط لاتصال العرب بغير العرب، وهو الهجره الى بلادهم، او مرابطه الجيوش، او انتقال الموالي الى بلادهم، يعني الموالي اللي غير العرب يجوا بلاد العرب. يبقى كده الواضح كيف الانتقال. ده كده اجماليا الاصل او العنصر العربي. ننتقل للاصل والاصل الثاني وهو عنصر غير عربي وهما الموالي. الموالي كلمة أطلقها العرب على كل الشعوب التي خضعت لهم ولم تكن من العرب. بمعنى إيه؟ يعني أي شعب أسلم وليس من العرب والعرب بيحكموا يبقى ده موالي. زي مثلا شعوب الفرس والترك والبربر والروم والأرمن. إيه الشعوب دي؟ في كتير منها أسلم. أسلموا بقى موالي، وهي كلمة تحمل معنى التبعية. يعني كل من يطلق عليه أنت من الموالي يبقى أنت تابع للعرب. فيها طبعا إهانة. لذلك بدأت الموالي في صراعات. ليه في صراعات؟ الموالي دول مسلمين زيهم زي العرب، وبيشاركوا في الحياة السياسية وتغلغلوا في كل شؤون الحياة. طب ليه في تفرقة؟ لا فرق بين عربي وأعجمي، ليه تفرق بيني وبيني؟ وبالتالي حصل التفرقة دي، أدت لصراعات كبيرة جدا. هذه الصراعات أدت لقيام ثورات كثورة العلوين والخوارج التي أدت لسقوط الدولة. يعني الدولة الإسلامية سقطت بسبب ثورات العلوين والخوارج، لأن العرب أهملوا الموالي، خلوهم تابعين لهم. ودي طبعا كلمه زي ما واحد بحناها كانت فيها اهانه كبيره لهؤلاء الموالي. يبقى كده واضح
من هم العرب ومن هم المواليين. ننتقل للجزء الثاني وهي عبارة عن عناصر السكان أو ترتيب الطبقي في المجتمع. المجتمع دايما الإسلامي بياخد شكل الهرم، يعني عندي زي شكل مثلث كده. على قمة الهرم من فوق بنجد الحكام، الطبقة الحاكمة. من الحكام؟ خلفاء، أمراء، وزراء، قادة الجيش، أفراد البيت المالك، دول اسمهم إيه؟ الأسرة الحاكمة. زي احنا عندنا أقول لك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، دول إيه؟ دول الأسرة والمجلس العسكري، دول اسمهم طبقة حاكمة عندي. يبقى برضه هم عندهم طبقة حاكمة في الدولة الإسلامية إيه؟ خلفاء، أمراء، وزراء، قادة الجيش، أفراد البيت المالك، بيت الحاكم، كل دول اسمهم إيه؟ طبقة حاكمة. عايشين في رغد من العيش، عايشين في إيه يعني؟ في رفاهية، في بذخ، في طرف. زي ما انتم شايفين نجد ان هؤلاء طبعا في العصر الاموي كانوا عرب، ولكن في العصر العباسي الاول كانوا فرس، وفي العصر العباسي الثاني كانوا ترك. يبقى هنا الواضح ان هذه الطبقه هي طبقه كبيره جدا لدرجه اطلق عليها الطبقه الخاصه، خاصه المجتمع. يبقى عرفنا تكوينها ومميزاتها. ننتقل لطبقه تاليه وهي طبقه العلماء والتجار. طبقه العلماء والتجار ليهم شأن كبير جدا. أول حاجة بنمسك العلماء، ارتفع شأن العلماء في الدولة الإسلامية. ليه ارتفع شأن العلماء والأدباء في الدولة العباسية بالذات؟ تشجيع الخلفاء، الخليفة بيشجع العلماء، بيشجعوا ازاي يعني؟ يعني هنا بنقول يغدقون عليهم الأموال. يعني إيه يغدقون عليهم الأموال؟ بيديهم فلوس بسخاء ومرتبات شهرية، مش بس كده، بيقعدوا كمان جنبه، تلاقي على طول في مجلس العلماء جنب الخليفة. يبقى هنا ليه وضع كبير، قاعد جنب الخليفة، جنب حاكم الدولة، بياخد منه مرتب، بيديله على طول فلوس بسخاء وبذخ، وبالتالي أطلق عليه طبقة الخاصة. أطلق عليه طبقة الخاصة. يبقى عرف بطبقة الخاصة ازاي؟ ما احنا لسه قايلين ان يعني اللي فات قلنا الطبقة الخاصة، لا ده هنا طبقة من غير ألف ولام، اهي طبقة خاصة، نظرا لارتباطها بطبقة الحكام وتشجيع الحكام لها. يبقى كل من يلحق وكل من يجلس بجانب هؤلاء الحكام أطلق عليهم طبقة خاصة. طيب ده كده بالنسبة لوضع العلماء. نقدر نشوف بقى دلوقتي دورهم إيه. أولا ليهم دور مؤثر جدا في الدولة. إيه دور العلماء؟ بيعملون ده إيه؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يحاربون الفساد والتحلل والزندقة. الزندقة يعني الكفر، الشرك، الإلحاد. كمان يقفون ضد الحكام المنحرفين. وكان أكتر ناس تحارب الزندقة والكفر والإلحاد في المجتمع علماء المعتزلة في العصر العباسي الأول. ناخد بالنا كده، هنا بنقول إيه؟ الوقوف ضد الحكام المنحرفين. مش معنى إن الحاكم مقعد العالم جنبه بيديله مخصصات مالية، بيديله أموال وراتب شهري، وفي الآخر يطوعه في كل اللي بيقوله. لا، ما بيطوعوش في كل حاجة. ليه ما بيطوعوش في كل حاجة؟ لأن من صفات العلماء الوقوف ضد الحكام الإيه؟ المنحرفين. يبقى بيطوعوش. يبقى هنا بنعرف ان العالم له مبدا ماشي عليه، ما بيخافش زي ما بنقول الا من الله سبحانه وتعالى، ولكن بيحارب اي فساد في المجتمع. ده كده بالنسبه لطبقه العلماء. طب بالنسبه للتجار، التجار طبعا طبقه ارستقراطيه المال، اغنياء المجتمع، زي رجال الاعمال الكبار قوي اللي ماسكين الدوله والبيزنس بتاعهم وباعمالهم اللي شغالين في الدوله هم معاهم اقتصاد البلد. لذلك هؤلاء معاملاتهم دايما بنلاقيها مع مين؟ بيتعاملوا مع مين؟ بنجد ان هم بيتعاملوا مع الحكام. مع الحكام يبقى هنا ايه؟ يبقى برضه طبقه خاصه. تعاملاتهم التجاريه مع الحكام، وبنعرف ان هم دائما يتاجرون في البضائع الشرقيه غاليه الثمن. طبعا ده شهره كبيره جدا لهذه الطبقه. اخر حاجه عندي وهي طبقه الحرفيين والصناع، وهي الفئه النشطه التي تسكن المدن، تميل لعامة الشعب، لهم عريف خاص بهم مسؤول عنهم. عريف يعني زي النقيب دلوقتي هنا. بنعرف ان يسكنون في حي يعرف باسمهم، يعني يقول لك حي النجارين، حي الحدادين، اسم على مسمى. كذلك بنعرف انهم دايما بيعطفون على عامة الشعب في ثورتهم. يبقى كده وضحنا عدة جزئيات عن المجتمع الاسلامي. عرفنا ان في حاجة اسمها عنصر عربي وعنصر موالي. عرفنا ايضا ان في مجتمع هرمي بيتكون من الجزء الترتيب الطبقي اللي هو فيه جزئية خاصة بالحكام، ثم يليها عندنا العلماء والتجار، ثم يليها عندنا الحرفين والصناع. تابعونا احنا طبعا في الحتة الجاية او الجزئية الجاية كمان هنكمل بقية الجزئية ديت.